أن أي تواجد مصري سيكون في إطار هذه البعثة التي ستحظى أو تحظى بالفعل بترحيب الحكومة الصومالية وأيضا ترحيب من الاتحاد الإفريقي. wasiirka arrimaha dibadda dalka Masar Dr. Badr Cabdulcaati ayaa faahfaahin ka bixiyay isbahaysiga saddex geesoodka ah ee dhowaan dhex maray dalalka Soomaaliya, Masar iyo Eritrea. Waraysi uu la yeeshay telefishin laga leeyahay dalka Masar ayuu wasiirku sheegay inuu Masar waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada iyo qarannimada Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa cadeeyay in heshiiskii ka dhacay magaalada Asmara uu ahaa mid taariikhi ah, iyadoo markii ugu horeysay madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Al Siisi uu dalkaasi booqday lana kulmay madaxda Eritrea iyo Soomaaliya. كيفية دعم الصومال في أن يحافظ على سيادته ووحدة أراضيه. وحيابها أقوى وين الإسلام يلغي وحاكم ده سيدي صوماليا اللغة تاجيري لها دقالك أي كل جرت أرقق حسدة يا إلى لنتقرن نمدي ده يا من نمدي ده الأولاد أيويري وسير بدر. كان في قمة ثلاثية لأول مرة جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس أفورقي مع الرئيس حسن شيخ محمود، وصدر بالفعل بيان ثلاثي قوي. كلن كمركي أبوهري سيد أحمر مضح ذا الصومالي مصر إريتريا وحاك صوب حي بيان علوس أو كصاب سن تاجير ذا الصومالي سيدي الصومالي اللغة كالمين لها إني قرني مدي ذا كفر ذي سجودة هدل كاسي جارهان دقال كأي كل شرط أرك جحسدة مسؤولية داسنا وامد أنا قدوش أنا قصارن سوا فقصن شرعي عالمي جاه أيو يري وزير كأرمه الدبدة إدل كمصر مساعدة الصومال والحكومة الصومالية على بسط سيادتها داخل الأراضي الصومالية. وحو كلو وزيركو كشيغة وراسيغة إني الدولة دا مصر بشان لو ريكتي قدونك قولاها نبضة يأمانك مدوغة أفريكا إيادو مدوغة أفريكا وسي آذة أسودوي إني مصر عيدا ما قدرت الصومالية كوا أو كمد نقنية هول قلق عصوب إي مدوغة أفريكا منذ الأول من أكتوبر، وفي ترحيب من مجلس السلم والأمن الأفريقي بالمشاركة المصرية في البعثة الجديدة التي سيتم إفادها إلى الصومال والتي ستحل محل البعثة الحالية. بيان كيس الدحجي صوت كأها أسمر وحا سعد لوغو سودوي كقيم قادة شد مصر إيه هول قلق عيدا مده مذوغ أفريكا إيه الصوماليا. sidoo kale bayaankii madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar wuxuu si cad meesha uga saaray sheegashadii beenta ahayd ee ay faafisay dowlad ka mid ah gobolka kuna saabsaneyd in ciidamada Masar aan laga ribin Soomaaliya iyo inaysan dalban dowladda sharciga ah ee Soomaaliya. bayaanku wuxuu ahaa mid cad oo dowladda Soomaaliya ay ku soo dhaweynayso ciidamada Masar inay qayb ka noqdaan ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Masar. والمساهمة المصرية من جانب القوات المسلحة المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام. وزير بدر وحو عديه إن جوغتانك عيدمادة مصر كويمد وقلعنشاها مدوغة أفريكا وقلهي سنوادة يأمنيغا أي سود ويين دلب كدولاد الصومالية يوليبا يادا وقلها أمنيغا أي قرمد مدوبة وأنسحين دونو مصرنا أي سنعهين الدولاد إسكا سعطا. إذا كان هناك أحد الأطراف يروج لأكاذيب ولسرديات غير واقعية هذا أمر مردود عليه. مصر لا تتآمر ضد أحد، مصر لا تستهدف أحد. هدي أي قلوفة فيني صور بين أه إيا وحان شرين إيادة أي ديب أقول نقوني سا مصر عد لدكو ماها وحي تاجيري سا سوماليا أو أه دل أي ساحي بوين لطهي oo xiriir qoto dheer oo soo jireen ah ka dhaxeeyo Masar. waxay qayb weyn ka ahayd madaxbanaanida Soomaaliya ayaa ka mid ahaa hadallada wasiirka arrimaha dibadda Masar Dr. Badr Cabdulcaati. وهناك قوافل تجارية وعلاقات طيبة للغاية وتبادلات تجارية مع الصومال، وأيضا مصر كان لها دور مهم جدا في حصول الصومال الشقيق على استقلاله. شنت سنة استراتيجية قعودية قرن كي بركة عياشة qaxootiga qaranka ee barakacyaasha marka laga hadlayo ama in badan hadda qudbooyinkii ugu horreeyay aad ayaad ugu bogoteen waxaa la isku sheegayaa maahan 40% dadka Soomaaliyeed waa barakac iyo qaxooti barakac oo internal displacement ah iyo qaxooti oo border ka baxa sida wasiirkii hore Sardar Xuseen Xaaji Camal
زيادة وارفيجي أنا كنوا حايب ركعتك سومالي أنت سنقدر مركا واجب قرن يواجب دستوري أه أي أنك سارن إن أردت أسيتي أن وضع كأنه أردت أسيتي وزارة أرمها قدها هي إيدا قرن قعوتيك كلي وحكو فلين ماهن ووح مصيبة أو كارثة أه أو سومالي وضع عدي هدي أهان لدي مركا هوري سيفل سيفل ووركي حيابا قصبي طبعا كسان أوهري نانتي كوي مرك لغا سو بلابو طبعا كدحة أو دولة ديسكي سومالي دون لويلك أها وقام كوحيدي وحينو قيستان دي أهان لهد طبعاً كدام به هذا الآن كجورنا لتعالج قوارض الشباب أنت بروحه سبب يهين بركة عياش يقحطي ذلك وحق الدعي وأنا أود الجوجني مركة ما دام وحي أن قدام وح صف مرين أهبل شدة خيب كم ده الآن كده عن مركة وحي وح أن قدام وح صف مرين أهبل شدة إسمان كوي لتي وح واجب أه مركة بلشدة أنا أوقع ذو أريد تسير للدوين لها أدام كسر لابد استراتيجية عشان تصنع وهذا هل كان كاركتين أو نلاقو آخرية دكتور كي نلاقو آخرية كوميشن ركمل أهاق وبعدين خرنا كه وحياه وقفة فهي استبس كلام مري وآخرتين أنا جو حن كوزارة أرمى جذها أهان وحي مهمة نقطة هي ربنا إن أنا إذا لو ذاكنو استراتيجيا وحبيس وآه أما وحي لق وحي وحي لجان قاده سا لصعتا أي كلمين سا استراتيجيا قرن ومدحوينها أركتذ كلها أرمها قعوتك يبرك عياشة سأقول سعطان مدحوينها حش الشيخ محمود مركي للدورتي شفر كي أوري أو شقو وحوكتك بيدابو أرمها نيتي قعوتك يبرك عياشة كصابسا مركي استراتيجي دان وحي لقطو منتا أما وحي لجان قاديسا أما وحي لسعانيسا استراتيجي دقود أي قرن كأودكسن أو أرمها ندتك نقولك أها أو قعوتك أبرك عياشة أها نلاش هذا الله سو كابل لها اللي جالسين لها ميل نلاش هذا إيش كفلينهين عثمان إهلايان وحبرشة إهلايان شلتر إهلايان هوين إهلايان إن اللي جالسيو سيدوك الاستراتيجية أنا مركل ديارين أي وحاللات تشتي أو قب كأه تلدو دي يو لو دري باهيلو دي سيدي أرين تانيتي لو نقاجل لها ماشي جوان من حالة إلى حالة الأخرى لو جالسين لها دت دبعت لها هستن نقول وبرك عياش على قلت شتي أرنت استحادنا ومهم كأه وحوى استراتيجي ذا وحكو سرسن تاي ملوين كقارن يكو عالمي كأه سي بليجس ك دي ار اف يشيش ذا عالمي كأه أو كم ديهين كو جنيفا كو كامبالا يكو كلا بعالم كلا قل أو كسر صعيد دقعتك قارك هاي دقعتك أدوك أي قاب كتاي أو وإذا نوال صعنة سا ولا جن قايسا أرما هست استراتيجي ذا مركب حياة أنا كمهم نوتاي أرمنا إن إذا لشر جرينا واساس استراتيجي دان تي قرن ولا سعتا تي دتك بركع ياشا حال دودي لو قد إلا دتك إيجا أك مش أي جوان إي مش أي السعودان إيجا قرن أي مينسك أي لو بيحكر لو كلمين كرو بعدو بعدين إي تي أو عالم جا هنا قابي كتاي مرك استراتيجي أنت سعي أي مهم نوت هاي وحنفلنا استراتيجي دان عصب إنا سوسار تون تون نتوجين مقطع أو كمدي يين كرو قاضي دقيقة مين كوا سيد عافماتك يوح برشاد وحن رجالينا استراتيجي دان هدي أن كوغولي سنو رمان تينا وحن رجالينا إن حلال وارا لغا غاري دونا أرماها بركا عياشا عقود غدتك بركا عياشا غا أرهان هوينكي عرورتنا دتك لغا تريب بدن ياهي وارين آد سيقارو أه ومهمو أه إن أر استراتيجي دانيتي لبك لمرقريو دتك نقول عرورتا إي هوينكا إي دتك باياها غارك غابا مهم أي أوتهاي استراتيجي دان أنت أصلاً مركز لسكسو الدوغو وحياباها أمان تهال كانتي أو أنت داد أو كالدوان الدولة الصومالية إيو داد أو كوميونيتي صومالي داد كبلشيد رايد كالصومالية إي داد كإنترنا كوميونيتي إنترنشال كوميونيتي هالكا نوفر دي داد كنعاوية أو صومالية عاوية أنت ما أنت وحالسكو كان أومي مسانو حيطاي إني والبقف والب أما سكتر كستا أما قاب كستا أو هل كان فريسة أو أرمها نقعوتي قارن قاب كأه إني كالين تيدك قادته سي إنو قطو استراتيجي دان استراتيجي دو آن وذي قوليني ودن بنتي أناغا وزارة دارمها قدها أناغا وزارة دارمها قدها وحاناغا سارن إن أن استراتيجي داس وحار وزارة دارمها قدها هستماد دا أو شخين للي داهي قاب كأه وزارة دارمها قدها مانديت كيدي هاي دي قعوتي قارن كأه أناغا وحاناغا ربا كوزارة أهان إن سياسة دقرن إن سياسة بركة عياشة أن جينو غلا عياشة وزارة غلا وزيرة إي غلا برلمانك
waxyaabaha sharciyada ku saabsan oo arrimaha socodsiinayo inaan golaha baarlamaanka aan geyno golaha wasiirada geyno si waxay u noqdaan wax sharci ah hay'adda qaxootiga qaranka iyo technicalkana waxaa loogu baahan yahay in iyagana wixii implementation ah fulintoodii inay iska saaraan international community-ga iyo dadka kale oo caawiya arrimaha soomaaliga oo qaxootiga iyagana waxaa loogu baahan yahay in wixii facilities ah kala caawiyaan markaas ayaan guuleysanaynaa dhammaanteenna waxaan u taagannahay maanta inaan loojingareyno shanta sano oo istaraatiijiyada oo ku saabsan arrimaha qaxootiga ee barakacaya. Wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug mudane cabdirasaaq maxamed jaamac ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ka daahfuray barnaamijka wacyigelinta iyo tababarka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada oo ay soo qabanqaabisay xarunta warbixinada maaliyadda ee FRC. Wakiilo ka kala socda wasaaradaha iyo hay-adaha dowlad goboleedka galmudug iyo bulshada rayidka ayaa ka qaybgalaya barnaamijkan wacyigelinta ah kaas oo socon doona muddo 7 ah. Galmudug ayaa noqonaysa dowlad goboleedkii labaad ee nasiib ku yeeshay barnaamijkan wacyigelinta ah kaas oo looga gol leeyahay in sare loogu qaado wacyiga iyo awoodaha wasaaradaha iyo hay-adaha u xil saarana howlaha ka hortegidda lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada. Muddadan oo socon doona barnaamijka wacyigelinta iyo tababarka isugu jira ayaa lagu wadaagi doonaa macluumaadyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin sharciyada dalka ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada. Mudane cabdirasaaq maxamed jaamac, wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda galmudug oo si rasmi ah u furay tababarka, ayaa sheegay in galmudug ahaan ay ku faraxsan yihiin barnaamijkan uuna muhiim gaar ah u leeyahay maamulka. Wasiir dowlaha ayaa sidoo kale sheegay in fulinta barnaamijkan uu wax weyn ka tari doono amniga iyo kobaca dhaqaalaha gobolada maamulka galmudug. Inaad nagala soo qayb gashaan shirkan muhiimadda gaarka leh iyo barnaamijyada ku salaysan dembiyada dhaca oo dhexmara maaliyadaha si arintaas looga hortago tababar ay noogu samaynayso hay-adda FRC kusoo dhawaada, waxaan kaloo si gaara ugu sii hambalyeynahay ugu faraxsanahay wasaaradaha, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda amniga, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda cadaaladda, xeer ilaalinta iyo bulshada rayidka ah, iyo intii aan iloobay oon hadda xusuusan. Waxaan ka raadgelinayaa aad kusoo dhawaada shirkan. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan tababarkan micnaha badan ku fadhiya. Waxaan nahay maamul goboleedkii labaad oo laga fuliyo tababarkan. Waxaan rajaynayaa dadkiina halkan fadhiya inaad ka faa'iidaysan doontaan tababarada la in samaynahayo. Tababarkan wuxuu ka qayb qaadan doonaa amniga, horumarinta iyo dowladnimada haddii aan la idmo. Waxaan ku leeyahay ka faa'iidaysta tababarkan ku socon doona todoba beri maantuu ka bilaabanayaa. Haddee ma ahaan doono training ama seminar yar oo si fudud inta lagu mara aan dib loo xasuusan doonin, waa la isku abaalmarin doonaa cidii kusoo baxdaana si gaara loola tacaamuli doona haddii aan la idmo. Shirku waa noo furan yahay. Xarunta warbixinada maaliyadda ayaa ah xarun u xil saaran ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada dalka. Xarunta ayaana barnaamijyadana u ogol leh adkeynta xiriirka iyo sare u qaadista qorshayaasha lagula dagaalamayo maalgelinta argagixisada dalka. ugu dambeyna wasiiru dowlaha ayaa ka qaybgalayaasha barnaamijkan kula dardaarmay inay si wanaagsan ay uga faa'iidaystaan isla markaana ay u dhabar adeegaan howlaha istaraatiijiyadda iyo hababka looga hortegayo loolana dagaalamayo maalgelinta argagixisada. Wasaaradda maaliyadda ayaana xarunta FRC uga mahadcelisay qabashada barnaamijkan muhiimka ah.